إنتاج الكهرباء يا حبايبي من الطاقة من طاقة الرياح. ولاية شليم تقريبا المسافة من ثمريت تقريبا 70 كيلومتر وأنت رايح مرمول. توربينات أو مولدات الكهرباء موجودة تقريبا هناك. ارتفاع هذا العمود 80 متر تقريبا. المراوح الضخمة هذه تدور بحركة الرياح. مع حركة المراوح طبعا المولد يتحرك، ولما المولد يتحرك يتم إنتاج الطاقة الكهربائية. الإحصائيات تقول بإذن الله سبحانه وتعالى إن بالآلاف المستفيدين بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه المجموعة من التوربينات أو المولدات بإذن الله بالآلاف. مشروع جديد، ومثل ما قالوا إلى الآن هذا يعتبر أكبر مشروع طاقة الرياح في دول الخليج. معكم المهندس سالم البرواني من سلطنة عمان في محافظة ظفار. طاقة الرياح إلى طاقة الكهربائية ما شاء الله، وكلما زادت الرياح كلما دارت هذه المراوح وكلما حصلنا كهرباء أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يتم اختيار هذه الأماكن بطريقة مدروسة بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا.